انت ضابط شرطه يا زين وعارف كويس قوي يعني ايه التعدي على امين شرطه لابس ميري واثناء تاديه عمله. عارف يا فندم وبعترف بخطئي، بس والله العظيم كان غصب عني، ما عرفتش اتمالك اعصابي لما شفته بيمد ايده على واحده ست، خاصه انه كان لابس ميري، لانه راجل بغير على مهنته يا فندم. ممكن واحد بغلطه زي اللي هو عملها دي في وسط الشارع يسيء لسمعه مؤسسه كبيره لها احترامها. بس السؤال اللي بساله لسيادتك، هل امين الشرطه يتعاقب انه مد يده على واحده ست؟ وربنا يا فندم لو كنت اتعلمت في كليه الشرطه ان طبيعي ان رجل الشرطه يمد يده على ستات في الشارع ما كنتش دخلت كليه الشرطه من الاساس. عددني سيادتك يا فندم، انا ما كنتش اعرف ان الضابط زين الجناوي، وبصراحه انا اللي اسأت الادب ومستعد لاي عقاب. يعني انت متنازل عن حقك يا ابني؟ ايوه متنازل يا فندم. تنزل دلوقتي تتنازل عن الشكوى اللي انت قدمتها ويتكتب مذكره صلح وتمضوا عليها انتوا الاثنين. انت هتحمد ربنا ان النقيب زين هو اللي شافك. اتفضل. شكرا فندم.